الحمد لله احنا بعد الميه عندنا متوفره والحمد لله. نشكر قناه المحور وبالاخص الاستاذ نهال صراحه, يعني وفرت لنا مساحه اللي هو هي السبب اللي خلت نشوف المكان ده وخلت الجماعه يجي يصوروا المكان ده. ايدنا يومين ورايح, لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. اولا احنا بنشكر جميع من ساهم في حفر هذا البئر, خاصة السيدة أم ناصر وأبنائها, جزاها الله خير, ربنا العالم يديم حسناتها, ربنا يبارك لها في أهلها وفي مالها ويبعد عنها شر المصائب الدنيا والآخرة. احنا الحمد لله يعني الجماعة دول كانوا مشاهرة هنا عندنا, ما فيش مية خالص. النهاردة الحمد لله بفضل مؤسسة فعل خير والسيدة أم ناصر والأستاذة نهال وذاعة قناة المحور, احنا مشكروهم وألف شكر ليهم. احنا الحمد لله يعني مشاهر ما كانش عندنا مية, الحمد لله النهاردة أصبحت المية موجود, بيشرب منها الكبير صغير والطفل. يقول ابن آدم مالي مالي, وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت, أو تصدقت فأبقيت. وهذه الصدقة التي تبقى كما دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم عين الماء, فهي من أفضل الصدقات عند ربنا تبارك وتعالى كما دلنا النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ابن صالح يدعو له, أو صدقة جارية, أو علم ينتفع به. وهذا الماء هي من ضمن الصدقات الجارية, هذه الأبار يشربوا منها الأجيال الحاضرين الآن وتمر إلى عدد سنوات.